الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد وفي أربيل. وقال مصدر صحفي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 160,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مشيرة إلى أن أسعار البيع والشراء ارتفعت في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 160,500 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 159,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت غرفة تجارة عمان أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بأكثر الدول استيراداً منها عام 2022. وقالت الغرفة إن خلال العام الماضي 2022 تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية بلغت نحو 885 مليون دينار مقابل 740 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مضيفاً أن العراق جاء أولاً بأكبر الدول العربية استيراداً من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة في عام 2022 حيث بلغت 251 مليون دينار. وأشارت إلى أن قيمة صادرات المنتجات الأجنبية بلغت نحو 406 ملايين دينار، والصناعية 210 ملايين دينار، والزراعية 159 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 71 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة. رجح استطلاع أجرة وكالة رويترز استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في 5 سنوات في شهر تشرين الثاني الماضي. وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20% في كانون الأول، ارتفاعا من 18.7% في تشرين الثاني الذي كان أعلى مستوى منذ كانون الأول عام 2017. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14% تقريبا في 27 من شهر تشرين الأول، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في تشرين الثاني وكانون الأول. تراجعت أسعار النفط متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، حيث ينتظر المتداولون توضيحا بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة لقياس التأثير على الاقتصاد والطلب على الوقود. وتراجعت العقود لأجل الخام برنت 36 سنتا إلى 79 دولارا و26 سنتا للبرميل بانخفاض بلغ 0.45%، فيما هبط الخام الأمريكي 25 سنتا ليصل إلى 74 دولارا للبرميل. وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى في 7 أشهر في الجلسة السابقة. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود خلال العام 2023، وتضاعف معدل التضخم عام 2022 ليصل إلى حدود 9% بعد أن كان 4.7% عام 2021. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% خلال هذا العام، وأن تتراجع في العام المقبل إلى حدود 4%. كما تنبأ الصندوق بتراجع معدل النمو العالمي هذا العام إلى 2.7% بعد أن كان 6% عام 2021. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز. إلى اللقاء.